طيب هنبدأ النهاردة إن شاء الله الموضوع بتاع ال LDAP. حد عارف الأول ال LDAP يعني إيه؟ قبل ما نتكلم ونخش في الموضوع كده، تعال الأول نقول مقدمة بسيطة على الموضوع. حد عارف يعني إيه ال LDAP؟ تعالوا كده نفتح الوورد ونبدأ نشتغل. حد فيكم سمع على البروتوكول ده قبل كده؟ إن كان ها طيب، حد فيكم اشتغل مايكروسوفت اكتيف دايركتوري؟ ايوه حلو جدا حلو. مايكروسوفت اكتيف دايركتوري دي كانت، حد عارف باك اند بتاع مايكروسوفت اكتيف دايركتوري عباره عن ايه؟ او هي شغاله ازاي من تحت؟ تقريبا والله اعلم معظم الناس اللي شفتهم في ويندوز حتى الان اللي هم اساسا سيرتيفايد في ويندوز كمان او سيرتيفايد في مايكروسوفت على ويندوز سيرفر، كل معلوماته عن الاكتيف دايركتوري ان هو سيرفر بيتخزن فيه المستخدمين، وبعد كده بتروح تخلي اي مكنه موجوده في الشبكه تروح تسال السيرفر ده على معلومات اليوزر والباسورد. طيب ازاي اليوزر بيروح يشد المعلومات دي ويجيبها وكلام من ده، وازاي هي متخزنه هنا، وكل المعلومات اللي يعني عن طريقه التخزين هنا والريتريفال بتاعتها معظم الناس مش عارفينها. طب حد عارف السكيما بتاعتها يعني ايه؟ كويس انت قلت لي السكيما، وخالد سلامه قال مش عارف كيربروس بس هو كتب كيربروس غلط. ايه بقى السكيما وايه الكيربروس ده؟ حد عارف يعني ايه السكيما؟ طيب بما اننا ما حد يعني لسه معلوماتنا صغيره في الموضوع ده او ايه مش متعمقين فيه قوي، فالهدف من الكورس ده ان الناس تفهم يعني ايه ال داب خلاص. ولو انت كده كنت شفت حد شغال، لو شفت حد شغال قبل كده مايكروسوفت وتلاقي كده في الكورس بتاع مايكروسوفت، راح اعمل لك ملف تكست كده فيه ايه، في حاجات بتتكتب جواه كده شكلها غريب بالنسبه لك، زي مش عارف يو اي دي واو اي دي وحاجات كده غريبه بتتكتب وانت مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليك خلاص. الهدف من الكورس ده مش ان احنا نimplement ال LDAP ده او نimplement البروتوكول اللي بيسمح لك تاوثنتيكيت من الشبكه دوم وخلاص على كده، لا احنا عايزين نفهم بقى ايه موضوع ال LDAP ده وايه موضوع الاكتيف دايركتوري دي خلاص. ممكن لو ربنا كرمنا كده بعد كده في المستقبل ممكن اوديك او يعني اوريك بعينيك امبلمنتيشن سهله جدا تخليك تاوثنتيكيت لينكس من الاكتيف دايركتوري. موضوع سهل جدا، او تاوثنتيكيت الويندوز من ال LDAP ده. الموضوع مش مبقاش صعب زي الاول يعني، الموضوع سهل جدا اساسا دلوقتي خالص. بس فده ده الهدف من الكورس، ان انت تفهم البروتوكول ده وشغال ازاي، تفهم يعني ايه دايركتوري سيرفر خلاص. لان الناس او هجيبها لك ازاي، في مصطلحين قوي مرتبطين بال LDAP بروتوكول ده خلاص. في عندك مصطلح اسمه الدايركتوري سيرفر خلاص، وفي كمان حاجة اسمها الـ Identity Management. مش كده؟ طيب حلو جدا. طيب الحاجة كمان اللي هركز عليها او هوريها لكم واحنا شغالين، ان الـ LDAP ده مش معمول بس عشان تاوثنتيكيت، لا الـ LDAP ده اصلا ما كانتش فكرة بتاعته ان هو تاوثنتيكيت اساسا من البداية خالص، بس الاوثنتيكيشن بقى جزء من الشغل بتاعه كمان. طب ايه موضوع الكيربروس ده كمان؟ ايه اللي دخل الكيربروس في الموضوع؟ هنتكلم عن الكلام ده كله، وهوريك اللي ده اول ما اتعمل كانت حاجه بسيطه جدا، وكان عباره عن بلين تكست بروتوكول. عارف بلين تكست يعني ايه؟ يعني كانت معلومات بتتنقل على الشبكه زي ما هي كده، تكتب له المعلومه، تكتب له الريكوست بتاعك، بتنقل زي ما هو. خلاص كوميونيكيشن بين الكلاينت والسيرفر زي ما هو، مفيش اي انكربشن بيحصل. بعد كده الناس بداوا يدخلوا الاس اس ال او التي ال اس. بعد كده الدنيا كبرت شويه وبداوا يدخلوا الكيربروس خلاص. بعد كده الموضوع الدنيا بقت اكبر بقى لما دخلوا اكتر من سيرفيس مع بعض وشغلوها مع بعض، والكيربروس دخل مع ال داب وبقى اسمه ايدنتي مانجمنت، وبدا يتحكم في سيرفيس معينه وشغل السيرفيس دي على الهوست الفلاني، واسمح باليوزر ان هو او اسمح لليوزر الفلاني ان هو يدخل على المكنه الفلانيه في الاوقات الفلانيه. يعني الموضوع كبر وبقى اكبر من ايه؟
من مكان تفكيرهم اصلا فيه، يعني تفكيرهم مهما كان تفكيرهم وصل لما كانوا بيمبلمنت البروتوكول ده او بيفكر يعمل البروتوكول ده ما كانش هيوصل اللي هو وصله النهارده. ماشي، ده الهدف من الكورس. طيب تعال كده اوريك الكونتنت بقى، ايه اللي احنا هناخده في الكورس، اللي احنا هندرسه بقى فعليا في الكورس. خلاص، يبقى ده الفكره العامه للكورس، ايه اللي احنا هندرسه فعليا بقى في الكورس. انتوا متوقعين الاول تدرسوا ايه؟ يعني قول لي كده قبل ما اقول لك اي حاجه، قول لي كده توقعك تدرس ايه في الكورس ده. بما انك جاي تحضر كورس الداب، قول لي توقعك كده ايه. ها، مش حد عنده توقع خالص؟ ما شاء الله، فرشه نظريه محترمه للبروتوكول. حلو، هل سنه عنده اي فكره هو هيتعلم ايه؟ ايوه، ايه اللي بعدها؟ طيب هنبني دايركتوري ونحاول انتجريت مع اكتر من واحد. الداب انديبتك، حلو. طيب تعال كده اقول لكم ايه اللي احنا هناخده في الكورس ده. بص يا سيدي، هجيب لك من الاخر ومش هكون نصاب معاك. خلاص، لو انا واعظم مني ومن اللي خلفوني قعدوا يشرحوا في الداب دون 10 سنين قدامك مش هتعرف تخلصه. بروتوكول كبير جدا 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 فوق ما تتخيل. خلاص، يعني ايه؟ يعني البروتوكول ده لو قعدت اشرح لك فيه 50 سنة مش هنخلصه اساسا. كبير جدا لدرجة ان انا لما جيت اخد الكورس بتاعه، انا نفسي لما جيت اخد الكورس من ريد هات وخدت الكتاب بتاعهم، رحت للانستراكتور ليلة الامتحان، او يعني اليوم اللي كان صباح عليه امتحان فيه، او بعده على طول يوم امتحان. انا فاكر يوميا كنت امتحن يوم 4، يوم الثلاث كنا يوم ثلاث وخلصنا الكورس وخلصنا كل حاجه، وصبح ان انا همتحن. بقول له ايه بقى اللي احنا برافو علينا، ايه احنا خدنا كده الكورس وشغلنا الحاجه، بس انا مش فاهم البروتوكول ده شغال ازاي. تخيل بعد ما خدت الكورس وصبح امتحن رايح اقول له مش فاهم الكورس ده. طيب بالمناسبه بقى، الطريف في الموضوع اكتر ان مش انا لوحدي، كل الناس اللي كانت معايا في الكورس خلاص ولا واحد فيهم كان فاهم البروتوكول كله كامل، ولا فاهم حتى نصه ولا ربعه حتى. يعني اقول لك ايه، كبروتوكول على بعضه كده، امال هم كانوا فاهمين ايه؟ كانت كل وصفاتهم في الدنيا ينستول البرودكت، خلاص ينستول الامبلمنتيشن، وايه ويضيف مستخدمين ويشيل مستخدمين والحاجات اللي هي ايه اللي هي محطوطه له في الكتاب، خلاص كده. لكن فعلا الحقيقي ان معظم الناس ما كانتش فاهمه ال ده بصح. طيب انا قبل ما ابدا معاك في اي حاجه، الاول هعرفك الانفايرمنت اللي هنشتغل عليها الاول ايه. يعني تعالى كده اوريك الاوت لاين بتاعنا عشان ابقى ماشيين كده كويس. هعرفك ايه الانفايرمنت اللي شغالين عليه. خلاص كده، ايه الانفايرمنت اللي شغالين عليها؟ بكل بساطه انا هيكون عندي طول الكورس عندي مكنه اساسيه، خلاص ده هسميها سيرف واحد مثلا، وعندي مكنه تانية هسميها سيرف 2. في معظم ايام الكورس هنشتغل على المكنه دي. طيب هيبقى عندي كمان مكنه ثالثه اللي هي الكلاينت، مش كده؟ طيب ده في معظم ايام الكورس. قبل ما نخلص كده او نخلص التراك ده كده بسرعه كده على السريع، هعمل ايه؟ هسطب لك اكتف دايركتوري كمان واخلي لك مكنه لينكس عشان اوريك بقى ان الموضوع سهل جدا دلوقتي. المكنه لينكس دي تعمل ايه؟ تاوثنتيكيت من الاكتف دايركتوري اللي هو بتاع مايكروسوفت. ايه رايك؟ بسهوله في موضوع في دقائق، يعني مش ياخد حاجه مننا. عشان بس ايه، لو انت عندك لينكس اشتغل لينكس، لو انت عندك ويندوز اشتغل ويندوز، لو ربنا يعني بقول في الخطه يعني لو ربنا ادانا الصحه خلاص ولقيت الناس متفاعله وشغاله كويس، هعمل ايه؟ هجيب الدايركتوري سيرفر ده اللي هو 389 دون، واقول لك ليه سموه 389 دايركتوري سيرفر، وهشغله مع الاكتف دايركتوري، اعمل له انتجريت معاه، بحيث عندك مكان لينكس اوثنتيكيت من هنا، عندك مكان ويندوز اوثنتيكيت من هنا، وتبقى الدنيا معاك زي الحلاوه. وده اللي انا بحب اشتغل بيه بصراحه، انا بحب جدا الستاب ده. خلاص، طيب كلام جميل. يبقى الاول اعرفك الانفايرمنت عشان تعرف الانفايرمنت دي كويس، اعتقد ممكن نخلصها النهارده يعني. بعد كده هبدا اكلمك على البروتوكول نفسه، ايه موضوع ال دب ده،
ولو عايز تتعلم ايه ده صح تتعلم منين، ايه الكتب اللي ممكن ايه تفيدك جدا جدا في الموضوع. خلاص وهبدا اشرح لك ببساطه او هبسط لك فكره ال دب ده شغال ازاي. خلاص يعني مش مستحيل، مستحيل بقول لك فعلا والله مستحيل انا اشرح لك ال دب بروتوكول ده لحد ما تفهمه من اوله لاخره. ليه؟ لانه هو كبير جدا، بس هشرح لك الفكره اللي هو شغال عليها وبعد كده انت دوس وعيش حياتك. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. عشان نبدا نتعامل بالمنظر ده ونشوفه هنحتاج نعرف ازاي ننستول اي ال دب امبلمنتيشن، ازاي نعمل انستول لحاجه زي كده. وبعد كده هنبدا نستخدم التولز اللي معاه، ازاي نعمل كويري مثلا اجيب البيانات من ال دب ده او ال دب سيرفر ده. طب ايه كمان؟ ان انا اضيف بيانات ال دب سيرفر ده او امسح بيانات. يعني هنتكلم كده على البيزك اوبريشنز، مش كده؟ يبقى كده دي الحاجه الثالثه. الحاجه الاولانيه تعرف الانفايرمنت، الحاجه الثانيه هننستول امبلمنتيشن بتاع ال دب، الحاجه الثالثه هنعمل كويري او هنعمل أنا ايه هنشغل او هنعمل العمليات الاساسيه اللي انت المفروض تكون عارفها وانت شغال ال دب. طيب بعد كده هنعمل ايه يا سيدي؟ بعد كده اللهم صل على النبي عملت انستول قدرت تعمل بيزك اوبريشنز، ايه تاني بعد كده؟ ها بعد كده هخلي مكان يعمل اوثنتيكيشن عندي. ازاي اضيف مكان او خانات اوثنتيكيت من ال داب ده؟ طيب ازاي استخدم ال داب ده كادرس بوك؟ عارفين ادرس بوك؟ انا قلت لك في الاول ال داب ده في البدايه خالص النهارده ما كانش معمول عشان يوثنتيكيت اليوزرز اصلا من الماشينز، او يوثنتيكيت اليوزرز للماشينز من سنترال سيرفر، ما كانش معمول كده اصلا، بس بقى استخدام من استخدامه اليومين دول. فانا هعرفك ازاي تستخدمه كادرس بوك كمان. ايه تاني؟ ايه تاني كمان؟ ها حد حط توقع، ضيفوا اللي انا بقوله، اضيفوا الفكره اللي انا يعني بقولها ايه. ها انا قلت لك من شويه، قلت لك من شويه ان ال ال داب ده اول ما اتعمل كان شغال بلين تكست صح؟ طيب ازاي هشغله اس اس ال، او ازاي هستخدم الاس اس ال او تي ال اس عشان اوثنتيكيت الكلاينت منين؟ من السيرفر صح؟ ان انا اخليه شغال ايه بشكل سكيور. طيب حاجه كمان، ايه تاني؟ ازاي اعمل ريبليكيشن ما بين اتنين ال داب سيرفرز؟ خلاص ولما نوصل المرحله دي ممكن نشتغل بحوالي 3 سيرفرات او 4 كمان. ماشي حلو جدا. ايه تاني؟ ايه تاني توقعه؟ يبقى كمان هنخش في سكه ايه، ازاي نعمل ريبليكيشن ما بين اتنين ال داب سيرفرز. طيب ازاي تمايجريت اليوزرز بتوعك لل داب ده، مايجريت لوكال يوزرز لل داب؟ ما مش معقوله لو انت عندك دلوقتي 100 مستخدم لوكال على المكنه بتاعتك وحبيت تقلب ال داب هتقعد تدخل يوزر نيم بيوزر نيم وبياناته الايميل بتاعه وبياناته الشخصيه اسمه ايه، مش هتخلص كده يعني. طب الباسورد بتاعته تعمل فيها ايه؟ هتغير الباسورد بتاعته برضو ولا هتشتغل بيها زي ما هي ولا ايه نظامك بالظبط يعني؟ خلاص كده. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنمايجريت اللوكال يوزرز كمان. طيب ايه تاني كمان؟ بعد كده بقى يبقى احنا كده شبه وصلنا للي احنا عايزينه. هن ايه؟ هنسطب مكنه اكتيف دايركتوري ونأوثنتيكيت مكنه لينكس منها. خلاص؟ ويبقى كده يعني معظم اللي احنا كنا عايزينه حققناه. طبعا احنا ماشيين في سكه جبنا افكار ممكن نعمل لها امبلمنتيشن زي ما احنا عايزين. خلاص كده؟ حد عنده اي مشاكل؟ ها؟ طيب تعالوا نبدا بقى ايه؟ الشغل بتاعنا. هل كل فانكشن في الاكتيف دايركتوري موجوده في ال داب؟ ده هيرجعنا السؤال بتاعك حلو جدا، هيرجعنا لسؤال، هي الاكتيف دايركتوري عباره عن ال داب بس؟
ده السؤال، هل الاكتيف دايركتوري عباره عن ال داب بس؟ لا. الاجابه البسيطه والمبسطه جدا لا. امال هي ايه بالظبط؟ الاكتيف دايركتوري دي عباره عن ال داب، ايه كمان؟ كيربروس. بالمناسبه ممكن نشرح الكيربروس واحنا ماشيين في السكه، حلو جدا الحكايه دي، ممكن نشرح الكيربروس واحنا ماشيين في السكه يعني. خلاص. ايه كمان معاها؟ انت تعرف الاكتيف دايركتوري بتخلي الكلاينتس اوثنتيكيت منها، اسف، بيسنكرونايز منها، بتديك تايم كمان الوقت. ايوه. طب انت عارف كمان ان الاكتيف دايركتوري دي لما تكون شغاله بتعمل ايه كمان؟ بتشغل الدي ان اس معاها، صح ولا انا كلامي غلط؟ فالاكتيف دايركتوري دي على فكره في حاجات تانية اكتر من كده كمان، في حاجات اكتر من كده كمان. طيب بس دي المكونات الاساسيه يعني. فالاكتيف دايركتوري دي مش امبلمنتيشن بروتوكول واحد، لا دول مجموعه بروتوكولات كده شغاله مع بعض في نفس الوقت، بحيث تسمح لك ايه؟ ان انت في الاخر كده تخبي كل الكلام دوم، وفي الاخر هتشوف يوزرز اند جروبس كده، كونسول صغير، ضيف مستخدم، امسح مستخدم، شيل الباسورد بتاعته، غيرها له، قول الباسورد ده يبقى لوكد بعد قد ايه؟ ايه الايميل بتاعه؟ حط بيانات المستخدم كلها هنا، الراجل ده يخش على المكنه ايه؟ امتى؟ ويخش من فين؟ وصلت الفكره؟ خلاص كده؟ طيب كلام جميل جدا. طيب ايه تاني يا سيدي؟ بس اعتقد ان احنا كده بقى غطينا معظم اللي احنا عايزينه والحمد لله. طيب تعال كده اوريك ايه اللي موجود عندي. بص انا عملت مكنة، ده الاي بي ادرس بتاعها 10.122.14.91، مفيش عليها اي حاجة خالص. خلاص. لو جيت اقول له كده نت ستات داش ان تي ال بي، بص كده ايه اللي عندي. المكنة دي بكل بساطة فاضية، مفيش عليها اي حاجة خالص. كل اللي سطبته عليها حاجة اسمها كده ار بي ام داش كيو اي، حاجة اسمها اكس ار دي بي. حد فيكم عارف الار دي بي بتاع مايكروسوفت؟ عارفين الار دي بي بتاع مايكروسوفت؟ ايوه، ريموت ديسكتوب. بص يا سيدي كده فين ريموت ديسكتوب كونكشن عندي اهو. بص ادي المكنه بتاع لينكس بتاعتي قدامي اهي. ها ايه رأيك؟ خلاص. فانا كده فاتح المكنه بتاع اللينكس مباشره. منين؟ منين؟ من الويندوز من عندي، ماشي كده؟ حلو جدا. ليه انا عامل كده وعايز الجي او اي معايا؟ ليه؟ انا عايز الجي او اي بكل بساطه عشان الكونسول او المانجمنت كونسول بتاع ال 389 دايركتوري سيرفر دون شكله ايه؟ عباره عن ديسكتوب ابلكيشن مش ويب ابلكيشن. خلاص كده؟ ايوه. طيب تعالى بسرعه كده، ايه انا محتاج ايه عندي هنا كده؟ تعالى كده كبر لك الخط ده شويه، تالي انت كده تبقى شايف كويس جدا. طيب تعالى يا سيدي نعمل له انستول على السريع كده عشان يبقى احنا ايه اليوم بتاع النهارده تكنيكال، نحاول نظبطه بسرعه. الاول عشان بس المكنه تعرفها هعمل ايه؟ هاجي كده اي تي سي سيس كونفج نتورك، اللهم صل على النبي، نسمي السيرفر ده ايه؟ نسميه مثلا سيرف واحد، او اسميه ايه؟ اسميه ايه؟ حد يقول لي اسم كده كويس. التاب واحد مثلا، ولا اسميه سيرف واحد؟ سميه سيرف واحد.
دوت مصطفى دوت كوم. خلاص كده، خلاص كده. طيب كلام جميل، ممكن امسح موضوع ان تي بي سيرفر ارجس دي. تعالى بعد كده نعمل ايه؟ اي تي سي سيس كونفج نتورك سكريبتس اي اف كونفج ايثرنت زيرو. قول له هنا لا، والبوت بروتو بتاعه نان. ماشي كده. خلصت انا كده، شكرا. طيب كلام جميل. ممكن كده اقول له طبعا اللي انا هعمله ده هيضطر ان المكنة تفصل عندي. خلاص فانا اسفا هعمل ايه، هقفل السيشن دي كده وهلوجن على السيرفر الاول. لان نتورك مانجر كان شغال، طبعا اضطريت عشان انفذ الكورس دون، لان هيبقى عندنا كده في المستقبل بتاع حوالي 6 مكانات على نهايه الكورس. فطبعا 6 مكانات لو شغلتهم لوكال اللابتوب عندي هينفجر، يعني اللي انا بعمله فيه. ومع التسجيل، البرامج بتاع التسجيل دي بتاخد بتموت البروسيسور فعلا. يعني شايف البروسيسور كام وانا ما اعملش اي حاجه عليه لوكال. خلاص طيب، فاضطريت ان انا ايه اخد سيرفر كده اتش بي على جنب اهون. خد سيرفر اتش بي وايه، وقلت اجرب لكم عليه بحيث ان احنا ايه ما نموتش يعني. طيب كلام جميل. تعالى هنا كده، اعمل لوجن يا سيدي، وهقول له عشان بس تكونوا شايفين اللي بيحصل. من الواضح ان في عندنا حاجه محدش خد باله منها. cd etc sysconfig network scripts rm. طبعا ده نتورك مانجر بيعمل الكلام ده. ifconfig كداش ايه، انا مفيش عندي لا انترفيس ومش اسمه ايثرنت زيرو، اسمه ايثرنت واحد. طيب ده كلام جميل، ده معناه ايه؟ ان الملف اللي عندي اللي اسمه ايثرنت زيرو ده الانترفيس اصلا مش موجود. طيب ايثرنت واحد مش موجود. طيب كلام جميل، ifconfig داش اوتو ايثرنت واحد ده اللي موجود. فانا هعمل ايه، rm ifconfig auto ethernet 1 وكابي او موف بقى ifconfig dash ethernet 0
ال IF config ايثرنت واحد، وده هيبقى اسمه ايه حضرتك؟ ايثرنت واحد. شيل هاردوير ادرس مش محتاجه، شيل يو اي دي كمان مش محتاجه، وهاجي انا اقول له سيرفيس نتورك، لا ثانيه واحده، سيرفيس نتورك مانجر ستوب، هو اصلا واقف تقريبا. طيب اي اف كونفج كده، اي اف داون ايثرنت واحد، اي اف كونفج بخ سيرفيس نتورك ريستارت، خلاص اي اف كونفج بس، خلاص يا سيدي شغال زي الفل. في مشاكل؟ اون بوت ماشي، حاضر خلاص. طيب ايه كمان؟ اي تي سي سيس كونفيج نتورك كده، اتاكد، تعال هات لي كده الاسم بتاعه ده هنا، لسه فاضل لي ايه يا سيدي؟ هوست نيم، تعالى كده ايه اي تي سي هوستس كده، وهقول له اعرف نفسك، الاي بي له 10.122.14.91، ده الاسم بتاعك، خلاص كده ماشي. طيب بنج كده على سيرف واحد، حلو جدا. طيب فيم اي تي سي ريزولف دوت كونف، كلام جميل. طبعا احنا مستخدمين دي ان اس مؤقتا لحد ما هنعمل دي ان اس اللاب الجاي او اللاب اللي بعده، عشان هيبقى الدي ان اس بالنسبه لنا حاجه اساسيه جدا، ضروريه جدا، خصوصا لو احنا فكرنا نعمل كيربروس. ماشي طيب كلام جميل. يلا نعمل انستول. طبعا كده ايه، انا هعمل كونكت هنا ريموتلي، واصلا هو لسه كونكتد الحمد لله ما فصلش، يعني اي اف كونفج كده، لو جيت اقول له كده هوست نيم لوج اوت، لوجن كمان مره، خد الاسم الجديد بتاعه هو من غير اي مشاكل. تعالى كده يام سيرش 389 دايركتوري سيرفر، خلاص. لو انت الدايركتوري سيرفر ده بيتكون من اجزاء، بعيدا عن ان احنا هنتكلم عن الاجزاء دي بالتفصيل الممل المره الجايه ان شاء الله، بالتفصيل الممل يعني، بس لو انت عايز تنستول معظم الحاجات اللي انت عايزها، السيرفيس نفسها اللي بتخزن اليوزرز وتخزن بياناتهم وكل متعلقاتهم، فانت المفروض تستخدم بس مين؟ ده الدايركتوري سيرفر فقط. طب انت سام دايركتوري سيرفر محتاج تعمل له مانج، هل هتعمل له مانج كوماند لاين ولا محتاج جرافيكال يوزر انترفيس؟ والله احنا هنشتغل بالاثنين، يعني احنا هنشتغل بالاثنين، بس عشان تسهل الدنيا على نفسك في الاول انت محتاج الجرافيكال يوزر انترفيس كمان، خلاص. فانت محتاج حاجه اسمها الكونسول، ما علينا، عشان تطبق اللي احنا محتاجينه في الكورس حاليا، عشان تطبق اللي احنا محتاجينه في الكورس حاليا هتعمل ايه؟ يام داش واي انستول، بس كده، بس كده. لما تقول له دايركتوري سيرفر بس، هيروح يجيب الدايركتوري سيرفر نفسه، وهيجيب الادمنستريشن كونسول، وهيجيب لك ايه كمان؟ الادمن سيرفر، الثلاثه مع بعض. طيب هنعمل له انستول كده بسرعه، الانستوليشن بتاعه على طول، مش هياخد وقت معانا على طول ان شاء الله يعني.
ممكن انا اجي هنا كده على الفي سفير كلاينت ده واقفله خالص، ما عادش محتاجه، شكرا. بعد كده نروح للار دي بي مرة تانية عشان نخلي الاثنين سيشن موجودين مع بعض. مش حاجة عندك اهي، حلو جدا. مش اي حاجة لسه موجودة، تعال نمزمز دي كده وتشوف ايه اللي بيحصل بره كده. اللي بيحصل هو حاليا بيعمل انستول. ايه الفرق بين ال 389 والايبا؟ ال 389 ده ال LDAP implementation بس، الايبا دي بقى لا، دي identity management solution. يعني الايبا تعادل الاكتيف دايركتري. لو احنا اتكلمنا كده فعليا الايبا تعادل الاكتيف دايركتري. ال 389 ده بس، او ال 389 ده الادب نفسه فقط لا غير. فالايبا واخد لك ال 389 نفسه ومعاه الكيربروس، وممكن وانت بتسطبها تستخدم الدي ان اس، وممكن تقول له انا عايز كمان ان تي بي، فالاي وليها كمان ويب انترفيس خلاص. فالايبا هي عباره عن ايه؟ الباكج كامله على بعضها. طيب كلام جميل. تعال كده نروح بقى ايه الجرافيك يوزر انترفيس مره تانية. انا محتاج، طب انت عمال تقول لي طب انا همانج الكلام ده كله من جرافيك يوزر انترفيس، وعمال تقول لي الحاجات تبقى موجوده، طب هو فين؟ طيب ما ظهرش ليه عندي؟ ما ظهرش ليه؟ طب انا عايز اظهره. طيب انا عايز افتح الايه؟ الجي يو اي بتاعه. هقول لك طب تعالى ثانيه واحده كده، بص ايه اللي هيحصل. ده المانجمنت كونسول. طيب انت دلوقتي بيسالك انت عايز تعمل لوجن، هتعمل لوجن على ايه اصلا؟ انت لسه ما عملتش انستول يا عم، بذمتك ينفع تعمل لوجن من غير ما تعمل انستول؟ ما ينفعش اعمل لوجن من غير ما اعمل انستول، صح؟ طيب كلام جميل. فانا ايه، هكنسل انا الكلام ده كله خالص وتعالى اعمل انستول بسرعه كده، مش كده؟ انا بس عايز يكون في انستانس شغال عشان اقدر اعمل الاوبريشنز اللي انا عايزها عليه. معلش انا بكروتكم النهارده، انا عارف ان انا بكروت، بس الكروته دي لسبب صغير، ان انا عايز يكون عندي حاجه شغاله عشان اقدر اوريك بنفسك. يعني انا مش هينفع اجي بكره كده مثلا اقول لك ايه هو اليو اي دي، ولا ايه هو الاو اي دي، ولا اللي ده بالهيراركي بتاعته شغاله ازاي، عايز اوريها لك بنفسك. فانا هخلي في انستانس كده موجود، الانستانس ده عباره عن دايركتوري سيرفر، ممكن اعتبره تيستنج دايركتوري سيرفر موجود نشرح عليه اللي احنا عايزينه. ممكن يا سيدي بعد كده حتى والله نعمل له ريانستول، ممكن نشيله، مفيش اي مشكله خالص، ماشي كده؟ فانت عارف ليه، يعني فهمت ليه دلوقتي انا بكروت وبقول اي كلام بسرعه كده؟ عشان بس يكون في عندنا ايه، يكون في عندنا حاجه نشتغل عليها يعني. طيب كلام جميل. تعال نعمله انستول كده. اللهم صل على النبي. RBM-QA بص يا سيدي، ده اللي اتسطب دلوقتي صح؟ ده اللي اتسطب صح؟ أنا محتاج أسطب إيه؟ محتاج السؤال دلوقتي، أنا عندي دلوقتي جزئين، ممكن أسطب الدايركتوري سيرفر بس ده اللي إحنا قلنا عليه، وممكن أسطب الدايركتوري سيرفر بالأدمنستريشن كونسول او الادمنستريشن باكج بتاعته. طيب كلام جميل. انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج كوماند لاين بس ولا محتاج كوماند لاين جي واي؟ بص خليها في الاول الاثنين مع بعض، هقول لك بكره الفرق بين الثلاثه، مش الاثنين هما ثلاثه اساسا. عندك ثلاث حاجات دلوقتي، عندك الدايركتوري سيرفر نفسه وده اللي بيخزن يوزرز والمستخدمين، وفي عندك حاجه اسمها الادمن كونسول، في عندك الحاجه الثالثه اللي هو المانجمنت كونسول.
فاستنى بس على رزقك، اصبر على رزقك دلوقتي، بكره ان شاء الله هشرح لك الفرق بين ثلاثه بالتفصيل الممل، او ممكن بعد بكره كمان. طيب انا عايزك كل حاجه تكون متسطبه وجاهزه عشان ايه؟ اتست عليها اللي انا عايز افهمه لك. فتعالى كده ايه؟ نسطب اللي احنا عايزينه. هقول له كده سيت اب فين يا سيدي؟ اسبن هو من الواضح ان اسبن سيت اب واضح ان هو تقيل جدا لسبب ما يعني. خلينا من الكوماند لاين بس احسن كده عشان ايه؟ سيت اب دايركتوري سيرفر داش ادمن خلاص دوت بي ال. دوت بي ال دي عباره عن بيرل سكريبت، يعني السيت اب ده عباره عن بيرل سكريبت موجود خلاص. بالمناسبه بقى بما اننا جينا للحته دي، فانا بقول لك ان احنا كده كده هنعمل رينستول مره تانية خلاص، عشان اوريك بس حاجه كده ان شاء الله خطوه اقول لك عليها. ان لو انت عايز، لو انت عندك شركه وعندك اكتر من فرع وهتعمل اكتر من دايركتوري سيرفر وعايز تنقل الدايركتوري سيرفر بنفس الاعدادات، فانت محتاج تعمل كونفيجريشن فايل وترميه على بقيه السيرفرات وانت بتسطب، ياخد نفس سيتنج من كل ايه او ياخد نفس السيتنج من السيرفر الاصلي. فهوريك الخطوه دي كمان، فانا كده كده عشان اوريها لك بالتفصيل الممل هعمل انستول مره تانية، فما تقلقش بقى كده كده جت في السكه معانا كويس. فنعمل انستول دلوقتي كده بسرعه. بقول لي الابلكيشن ده هي ايه؟ هي انستول الدايركتوري سيرفر. عايز تكمل؟ هقول له ايوه. قاعد يقول لي بقى عندك شويه مشاكل زي السوفت ليميت والهارد ليميت، فكك من الكلام ده كله، الورنينج ده ممكن نعدي منه عادي خالص من غير اي مشاكل مؤقتة، لان احنا اصلا يعني ايه مش يعني واخدينه كتستنج سيرفر لينا مش هنشغله كبرودكشن. فايه هقول له كمل عادي جدا مش هيطلع لي اي مشكله. بقول لي انت عايز تعمل اكسبريس سيت اب ولا تيبيكال ولا كاستم؟ لا انا اقول له اكسبريس سيت اب. الهوست نيم بتاعك وجابه لوحده عشان كده كنت حطيته في اي تي سي هوستس من شويه لو انتوا فاكرين. لما يجي رن السيرفيس دي المفروض يرنها بصلاحيات مين؟ قال لك هيرنه بصلاحيات يوزر مش موجود او يا اسف يوزر ملوش اي صلاحيات اسمه نو بادي، وبصلاحيات جروب برضو اسمها نو بادي. طيب بعد كده الكونفيجريشن دايركتوري سيرفر انا مش محتاجها، مفيش اصلا اي اكزيستنج دايركتوري سيرفر موجود قبل كده. الادمنستريشن اي دي قال لك اسم اليوزر اللي انت عايزه يبقى الادمنستريتور اسمه ادمن ماشي سيبه ادمن كديفولت عندي. الباسورد يا سيدي عشان انا افتكرها هخليها من 1 لـ 9 بما انه تيستنج كده كده. بقول لك الدومين بتاعك هيبقى اسمه ايه؟ حد فيكم قبل كده في الاكتف دايركتوري سمع المصطلح الدومين بتاعك؟ بالظبط زي الاكتف دايركتوري بالظبط، ده الادمنستريشن دومين بتاعك. الدايركتوري سيرفر بورت 389 عادي جدا. الايدنتيفاير بتاع الدايركتوري سيرفر برضو، الدومين بتاعك اتقسم لحاجه، وده انا بعمل كل دون عشان لما اجي بكره اشرح لك حاجات زي دي كده تفهمها. تخيل معلش اعذرني وتعالى على نفسك واعمل نفسك ان انت فاهم الخطوتين ثلاثه دول عشان بس لما نيجي بكره اقول لك ايه هو الدي سي ولا هو اليو اي دي ولا ايه هو الاو اي دي تفهم. معلش خلاص. برضو قال لك انا عايز حاجه يكون عندي دايركتوري مانجر، انا عندي عايز يوزر تاني يكون دايركتوري مانجر، وده بتاع الادمنستريشن يوزر عندك. حاضر خليه دايركتوري مانجر يا عم زي ما هو، وبرده نفس الباسورد. مش لازم على فكره في الحقيقه يكون نفس الباسورد، يعني الادمن يوزر اللي احنا كريتناه قبل كده ممكن يكون له باسورد والدايركتوري مانجر يكون له باسورد ثانيه. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. الادمنستريشن بورت خليك معايا، خليك ماشي مع الديفولت اساسا يعني. هيسيت اب السيرفر بتاعه ويظبط نفسه وايه؟ وبقى خلاص، يعني خليك ماشي مع الديفولت بتاعه هيشتغل معاك زي الحلاوه. طيب. والله يعني قريب الى حد ما. اصلا الايبا بيستخدم 389 كباك اند له، يعني الايبا لما تكريت يوزر بيخزنه فين؟ اكيد مش بحطه في الهواء، انت عارف بياخده يحطه في ال داب. الادب بتاع الايبا هو ال 389 دايركتوري سيرفر ده.
خلاص كده. بص حاجة زي الحلاوة مفيش بعد كده. ايه ايه رأيك؟ في ثواني تخيل كده بقى عندك ال داب سيرفر اب اند راننج. يعني الحمد لله كده احنا ممكن ايه نجرب اللي احنا عايزينه بكره، بكره وبعده الثلاث ايام الجايين كده ولا حاجه، او بكره وبعد او ممكن حتى بكره بس على الاقل يعني نفهمكم الدنيا شغاله ازاي بمزاجنا، وبعد كده نبقى نعمل له ريستور مره تانية بقى ونفهم واحنا بنعمل ريستور ايه الخطوات دي وليه لازم اعمل كده وايه ارقام البورتات دي، مره 389 ومره 9830 ليه في عندي بورتين شغالين وكلام من ده. طيب تعالى كده نرجع الار دي بي، تعالى كده اقول له 389 كونسول، اليوزر اي دي بتاعي سي ان دايركتوري مانجر، الباسورد بس اكتبها تاني. الادمنستريشن يو ار ال اتش تي بي لوكال هوست 9830. الله بص 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 شايف الحلاوة؟ شايف الحلاوة؟ ها حد خد باله؟ ابتدى الدايركتوري سيرفر بتاعي ايه؟ ايه اللي حصل له؟ ايه اللي حصل له؟ شغال من غير اي مشاكل ماشي كده؟ ده الدايركتوري سيرفر وده الادمنستريشن سيرفر اهون. انا بس كل اللي انا عملته دون عشان ايه؟ عشان اوصل للمرحلة دي واجي كده بص لو عملت الاوبن رايح للكونفجريشن، لا للدايركتوري اسف الاول، بص كده عندي مصطفى، عندي الجروبس وعندي البيبل اللي هو اليوزرز، هتلاقي كده في مايكروسوفت بتسميها اليوزرز وعندي في الدايركتوري سيرفر بيسميها البيبل. بس يا سيدي بص هتطلع كده باي ديفولت دامي جروبس كده موجوده عندك ماشي. طيب ممكن اجي هنا كده بص بعد ما استطبت الدايركتوري سيرفر ايه اللي حصل، تعالوا يعني نرجع هنا كده للايه نرجع الكوماند لاين هنا كده. بص لو عملت كل حاجه انا عملت ايه، او اسف بعد ما بسطت كل حاجه ايه اللي حصل، نت ستات داش ام تي ال بي. بص كده يا سيدي البورتات الجديده اللي ظهرت عندي ايه، بص لي كده على جنب ايه الجديد اللي ظهر عندي، ده بتاع الار دي بي ده عارفينه، وايه كمان وده كمان بتاع الار دي بي. بص البورتين الجداد اللي يهموني قوي في الموضوع اللي ايه اللي لسه ظاهرين جداد ده اهون وده، حلو الكلام. يبقى انا كده في عندي اتنين هما اللي ظهروا 3800 اسف 9830 وايه كمان و389 خلاص. طيب حلو جدا اللهم صل على النبي. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ممكن انا كده اقول له ال داب سيرش، ال داب سيرش موجودة عندي، ممكن اجي كده اقول له ار بي ام داش كيو استريك ال داب استريك جريب داش اي استريك الداب استريك. اسف مش كيو ال كيو اي معلش لا مؤاخذة. بص عندي كده الداب سيرش ده جه منين؟ الداب سيرش ده جه منين؟ اوبن ال داب داش كلاينتس خلاص كده؟ طيب لو جيت اقول له كده ار بي ام داش كيو بي بص كده عندي كيو ال مش كيو بي، كيو بي لو الباكج موجوده عندي في نفس المكان او الباكج موجوده عندي لوكال، كيو ال لو الباكج معمول لها انستول اصلا معمول لها انستول. بص 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 والداب كلاينت دي عمل ايه؟
ال داب كلاينت اوبن ال داب كلاينتس دي ضاف لي ال داب اد ال داب كومبير ال داب ديليت ال داب مش عارف ايه اكس او بي ال داب موديفاي ال داب مش عارف مود ار دي ان ال داب باسورد ال داب سيرش ال داب يو ار ال ال داب هو ام اي شايف. وضاف لي كمان المان بيجز بتاعتهم. خلاص كده ضاف لي المان بيجز بتاعتهم. حلو جدا. طيب انا عايز استخدم واحده منهم ال داب سيرش داش اكس داش اتش ال داب نقطتين لوكال هوست. فيش اي حاجه موجوده. ليه ما بيرجعليش اي مستخدمين موجودين؟ حلو. اول حاجه المفروض حضرتك تعمل اوثنتيكيت، دي اول حاجه. ثانيه واحده كده كمان فيم اي تي سي اوبن ال داب، في عندك ال داب دوت كونف هنا كده، الدي سي بتاعك احنا كنا مخلينه ايه مصطفى؟ لازم تعرفوا انت هتعمل سيرش فين وليه بتعمل كده. ليه بتعمل كده هنوصل لها برضو غصب عننا، بس انا بس عايزك توصل لايه للمرحلة اللي انا عايزك توصل لها الاول. سيرف واحد دوت مصطفى دوت كوم، امسح ده بقى كده مش عايزينه. ماشي كده. ال داب سيرش داش اكس، اوبا بقى اتفرج بقى حلاوه كده. انا كل اللي عملته من اول ما بدات النهارده عشان اوصلك لحته زي دي. بص كده بدا يظهر معاك بيانات. ايه البيانات ديت؟ على فكره وربنا احلف لكم على المصحف ان هو الكلام ده هو نفسه اللي كان موجود فين؟ فين؟ في الادمنستريشن كونسول. يعني انا من اول ما بدات، من اول ما بدات لحد دلوقتي حالا، من اول ما بدات اعمل انستول لحد دلوقتي حالا، عايز اوريك بس البيانات اللي موجوده جوه الدايركتري سيرفر دي. بص كده ايه ده؟ ايه ايه مانجرز وايه ايه اتش ار مانجرز دي وايه كيو اي مانجرز دي؟ طب ايه البي دي مانجرز دي؟ بص كده ارجع تاني كده. دول ايه دول؟ ارجع تاني كده للدايركتري سيرفر. بص 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 ده الدايركتري سيرفر اهو الدايركتري. افتح الدومين اللي اسمه مصطفى دون. ايه دول؟ ها تخيل؟ يعني احنا بقالنا الوقت بتاع نص ساعه كده ولا حاجه قاعدين انستول وقاعدين نعك عك جامد قوي. مش عارف انت مش انا عارف انتوا مش فاهمين، بس هنوصل لها لسه، يعني هرجع لها مره ثانيه عشان بس اوصلك المرحله دي. طيب ليه انا عايز اعمل كده؟ عشان بكره، عشان بكره هبدا اشرح لكم بقى ايه الاوبجكت كلاس بقى اللي موجود، وايه الاو يو دي، وايه السي ام، وايه ايه ايه موضوع اليونيك ده او اليونيكنس اللي المفروض يكون موجود في ال داب، وايه يعني ايه بقى الاتريبيوتس دي بقى بكل بساطه. وحلو موضوع الاتريبيوتس ديت، ابدا من النهارده بقى لما تتعلم مع او تتعامل مع ال داب اسمع عن كلمه اتريبيوتس. خلاص. طيب المعلومه اللي عايزك تعرفها النهارده اكيده وتبقى متاكد منها طول حياتك، ان اي حاجه في ال داب هي عباره عن اتريبيوت. خلاص. والاتريبيوت ده معلومه بتوصف اوبجكت معين. خلاص يبقى انت كده خدت النهارده مصطلحين جداد. يعني انا قاعد ممرمطك معايا بقالك نص ساعه عشان مصطلحين جداد، اوبجكت واتريبيوت. خلاص. ايه الاوبجكت؟ الاوبجكت بكل بساطه الحاجه اللي متخزنه. طب الاتريبيوت؟ الاتريبيوت هي معلومه بتوصف الحاجه اللي متخزنه دي. اديك مثال، انا مخزن مستخدم، المستخدم بالنسبه لي هو اوبجكت. طب ايه الاتريبيوت؟ الاتريبيوت هي معلومه بتوصف المستخدم دون. زي ايه؟ ممكن اقول لك لون شعره بني.
رجليه برجل واحدة، ايديه له ايد مقطوعة. خلاص معلومة بتوصف الراجل ده، بس ده بكل بساطة الاوبجكت والاتريبيوت. ايه رأيك؟ يبقى انت كده النهاردة سمعت عن كلمتين جداد، الاوبجكت والاتريبيوت. طيب كلام جميل جدا. طيب المعلومة التالتة اللي تاخدها النهاردة تبقى متأكد منها طول حياتك، ان ما ينفعش حاجتين في ال ال داب يكون ليهم نفس، اقول لك ايه اسميها لك ازاي، اسمع عن حاجه جديده خالص اسمها الاسم المميز او الاسم المميز، مش هلاش المميز دي، الاسم المميز. كل بني ادم في الدنيا ايا كان الشخص دون لازم هيكون له حاجه يونيك بالنسبه لنا احنا، باننا شغالين او احنا موظفين في الحكومه او عاملين في الدوله، كل حد موجود بيكون له ايه، بيكون له رقم بطاقه، صح؟ كل بني ادم له رقم بطاقه، رقم البطاقه ده ما ينفعش الرقم ده يتغير تماما. خلاص الرقم ده ما ينفعش ايه يتغير، يعني انت لو رقم بطاقتك النهارده وليكن 1 2 3 4 5 6 هيفضل 1 2 3 4 5 6، حتى لو بطاقتك ضاعت لو رحت غيرت البطاقه هيديك نفس الرقم حتى لو مت، صح؟ بالظبط. بما ان ال ال داب، ال داب على فكره مش هيتعامل معاك كارقام، ال ال داب مش هيتعامل معاك بارقام، امال هيتعامل معاك بايه بقى حضرتك؟ هيتعامل معاك بايه؟ هيتعامل معاك بحاجه اسمها الديستنجويشد نيم، الاسم المميز بتاعك. خلاص؟ طيب الاسم المميز بتاعك ده هو نفسه كده مكون من حاجات. انت اسمك المميز ايه؟ بيكون من اسمك انت واسم ابوك واسم جدك واسم ابو جدك واسم عيلتك، صح؟ نفس الحكايه الديستنجويشد نيم بتاع اي اوبجكت بيتكون من ايه؟ اسمه اهو الكومن نيم بتاعه واسم ابوه واسم جده واسم عيلته. ايه رايك في الحكايه دي؟ ايه رايك؟ فعلا زيك في الحقيقه بالظبط. طيب ينفع اتنين اوبجكت يكون ليهم نفس الديستنجويشد نيم؟ ينفع؟ لا. في الحقيقه انت ممكن يكون اسمك كده واسم واحد ابن عم ابوك مثلا بنفس اسمك بالظبط، تخيل انت كده والاتنين شبه بعض جدا يعني، لكن في ال ده ما ينفعش اتنين يكون ليهم نفس الديستنجويشد نيم. خلاص؟ طيب كلام جميل. يبقى اليونيك اي دي بتاعك، اليونيك اي دي بتاعك او اقول لك ايه الاتريبيوت اليونيك بالنسبه لك اللي ما ينفعش يتكرر هو ايه؟ الديستنجويشد نيم بتاعك. يبقى دي كده حاجه خدتها النهارده. يبقى احنا قلنا النهارده ايه؟ الاوبجكت هي الحاجه اللي هتتخزن، الاتريبيوت المعلومه اللي هتتخزن عن الحاجه دي، ال ايه ان كل او اسف كل اوبجكت متخزن بيكون له حاجه مميزه، له الحاجه المميزه هي اسمها الديستنجويشد نيم. طيب كلام جميل حلو جدا. طيب نزود بقى النهارده وناخد حاجه من حاجات بكره كمان بسرعه كده وهنرجع نعيدها تاني بكره. اي بني ادم في الدنيا، لو انا قلت لك البني ادمين، انت عارف اصلا العلماء مثلا لو حد فيكم كده كان بيشوفه الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه كان بيسمع كده مثلا يقول لك الفصيلة الفلانية، الفصيلة الفلانية، حد فاكر الموضوع ده؟ يقول لك مثلا نفترض ان يعني مقسم اصلا في التطور بتاع الحيوانات متقسمة الفصائل، يقول لك ده مثلا ان مش عارف ايه كده من الكلبيات، يعني من فصيلة الكلب، يعني يقول لك مثلا الكلب والديب والثعلب مش عارف ايه كده من الكلبيات ومش عارف، ومين ده من فصيلة الأسماك الفلانية، يعني مقسمين حتى السمك نفسه فصايل، صح؟ طب وما كانوا قسموها بناء على إيه؟ يعني الموضوع ده كان بيتقسم بناء على إيه؟ أنت عارف حتى فعلا الزواحف نفسها، الزواحف متقسمة لأجزاء من جوه، يعني الزواحف ده الاسم الكبير بتاعها، جوه الزواحف دي كان مثلا وليكن عندك ال 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 السحلية الصينية والسحلية مش عارف بتاع منغوليا، دول فصيلة لوحدهم، والسحلية الأفريقية والسحلية مش عارف بتاعت سينا دول فصيلة لوحدهم، فاهم؟ يعني النظرية كان إيه؟ كل نوع أو كل مجموعة شبه بعض كان بتتقسم في فصيلة مع بعض.
طيب كانوا بيقسموها بناء على ايه؟ بناء على الحاجات المشتركه بينهم، صح؟ والله فعلا ده في الحقيقه اللي كان موجود. ايوه بالظبط زي البروجرامينج كده. طيب انا لو انا حبيت اقول لك ان محمد ماهر نصر مثلا، بلاش اشتمك، ده من البني ادمين، انا ممكن اعمل فصيله جديده اسمها ثدييات، صح؟ يعني انا ممكن اعمل عندي كده، تعالى كده الوورد هنا بسرعه، برضه اشتمك يا محمد ماهر عشان ما تزعلش. فانا عندي فصيله كبيره هنا كده هسميها الثدييات، هاجي هنا تحت كده وهقول لك يا سيدي انا هعمل منها البني ادمين، وخدني على قد عقلي ومعلش، عشان اقول لك ان ده بني ادم لازم يكون عنده مواصفات معينه، في منها اللي ضروري لازم تكون موجوده فيه، وفي منها اللي مش ضروري. زي ايه؟ زي الشعر مثلا. طب ما في بني ادمين الشعر ده، هل هو ده لازم يكون موجود؟ ده لازم ولا لا؟ والله في ناس عندها شعر وفي ناس صلعه وفي ناس ما عندهاش شعر اصلا. طيب لو قلت لك ان ده بني ادم يعني لازم يكون فيه روح، صح؟ او بني ادم حي، ها الراجل ده عايش لازم يكون فيه روح، صح؟ طب لو الروح راحت منه لازم يكون عنده مخ مش عنده عقل، لان في ناس مجانين، صح؟ ينفع بني ادم من غير مخ؟ في فرق بين عنده مخ وعنده عقل. عنده عقل يعني بيفكر، لكن المجنون ده، طب المجنون ده ما هو بني ادم برضه، صح؟ يبقى في كده حاجات. يبقى بكل بساطه عشان اوضحها لك اكتر بقى، لما انا اجي اعمل كده فصيله جديده، اي فصيله في الدنيا بقى، من البني ادمين، من الكلاب، من السحالي، من التعابين، بعمل ايه؟ بقول ان الفصيله دي لازم ينطبق عليها حاجات وحاجات تانية ممكن، يعني الحاجة دي ممكن تحقق أو لأ. نفس الطريقة بالظبط مع ال داب. ال داب ده عشان يطبق رولز على الاوبجكت، ما انا عندي لو قلت لك ان محمد ماهر نصر ده اوبجكت، ده بني ادم، ده شخص، ده مستخدم عندي. الاوبجكت ده عشان اطبق عليه رولز، عاملين ايه؟ مقسمين ال داب دون لحاجه اسمها كلاسز. كل كلاس بتحدد لك الشروط اللي عشان اقول الاوبجكت ده منها لازم تنطبق عليه. يعني لو قلت لك ان محمد ماهر نصر ده من الكلاس اللي اسمها بيرسون، ده شخص، يبقى لازم يكون الراجل ده عنده مخ مثلا، والراجل ده يكون عنده روح لسه صاحي مش ميت، الراجل ده عنده ايدين، لا او الراجل ده احتمال يكون عنده ايدين، او ممكن تكون ايديه مقطوعه، ممكن يكون عنده رجلين، بس لازم يكون عنده قلب، لازم، لو ما عندوش قلب هيعيش ازاي؟ لازم يكون عنده مخ. وصلت؟ طيب احتمال بقى يكون عنده ودن، الودن ده ممكن يكون واحد ودنه مقطوعه يا عم، ممكن يكون عنده عينين بس ممكن تكون له عين مخرومه منهم، صح؟ طيب ممكن اعمل كلاس تحت منها البيرسون دي واقول له عنده عينين او اسميها ايز. ممكن اقول للكلاس الجديده دي لازم الشخص اللي يكون فيها يكون عنده ايه؟ يعني انا ممكن اجي اعمل كلاس جديده دي، الكلاس الجديده دي اسميها هاف ايز، واقول له ان لازم الراجل ده يكون عنده ايز، لازم يكون عنده عينين، لازم ماست. طب لو بعد كده لو عندك مستخدم اعور او عندك مستخدم ما بيشوفش ينفع يتحط هنا؟ قال لك لا ما ينفعش. طب لو مستخدم حطيته هنا ايه بقى الرولز اللي تنطبق عليه؟ قال لك تنطبق عليه الرولز بتاعت الكلاس دي والكلاس اللي هي بيرنت منها. ايه؟ انا قلت لك من شويه ان هاف ايز ده كلاس مشتقه من بيرسون، صح؟ يبقى لو انا حطيت الراجل ده جوه الكلاس دي هيتطبق عليه الرولز دي، وبالضروره الرولز بتاعت الكلاس اللي ايه؟ اللي هي ايز دي تشايلد منها. طيب تعال نمسح ده كده ونجيبها لك من فوق، تعال نعملها تاني، نمثلها تاني. انا عندي هعمل كلاس هسميها بيرسون، بيرسون دي هعمل منها كلاس تانية، هعمل منها كلاس تانية وهسميها ليجز، وكلاس تالتة او هعمل كلاس اولانية اسمها ليجز والتانية اسمها ايز. طب لو جيت قلت لك هنا دخل لي الشخص اللي اسمه ايه هنا، ودخل لي الشخص اللي اسمه بي هنا، ينفع احط هنا الشخص ده في ليجز دول ملوش عينين؟ ينفع؟
اه ينفع. طب ينفع احطه ملوش رجلين؟ لا ما ينفعش. طب هنا ينفع احطه راجل ملوش رجلين؟ اه عادي جدا. طيب ينفع احطه راجل لا ملوش رجلين؟ ينفع. طب ينفع احط راجل هنا ملوش عينين؟ لا ما ينفعش. طب لو حطيت الراجل ده هنا، لو حطيت الراجل ده هنا لازم يكون عنده ايه؟ لو انا حطيت الراجل ده في ليجز لازم ينطبق عليه شروط ليجز ومعاها كمان شروط مين؟ بيرسون. طب لو حطيته هنا، لو حطيته هنا ينطبق عليه شروط مين؟ ايز وشروط مين كمان؟ بيرسون، الاثنين مع بعض. يبقى معنى كده ان لما عملت كلاس هي تشايلد كلاس تانية دي بتورث مين؟ بتورث الاتريبيوتس بتاعتها. خلاص كده؟ خليك فاكر حكاية الميراث دي او حكاية التوريث دي. لو انت عندك كلاس فيها شروط وجات كلاس تانية بقت جزء منها، معناها ان الشروط دي لازم تحقق عند مين؟ لو انا عملت يوزر في الكلاس اللي هي التشايلد دي لازم الشروط تحقق عليه. خلاص؟ ايوه. الناس اللي درست اوبجكت اورييتد بروجرامنج، والموضوع ده واضح جدا جدا في حكايه الجافا، لو حد فيكم درس جافا او سي شارب خلاص هيلاقي حكايه الانهيرنس دي بالظبط موجوده عندهم هناك، مع الفرق طبعا ان ال داب ده اول امبلمنتيشن او اول اقول لك ايه درافت له طلعت في السبعينات، يعني قبلهم بكتير قوي 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 يعني، عشان كده ال داب ده سابق الناس بكتير. خلاص؟ طيب كلام جميل. يا ابني ال داب ده بروتوكول ماليش دعوه بالامبلمنتيشن بتاعته، انا ممكن النهارده البروتوكول ملوش دعوه خالص بالامبلمنتيشن، ايه اللي انت بتقوله ده بس؟ انت بتعك اي عك. بروتوكول يا بابا ملوش دعوه خالص بالامبلمنتيشن، البروتوكول ده بيوصف الطريقه اللي هامبلمنت بيها. خلاص؟ ايوه البروتوكول كلام نظري. حلو. طيب التطبيق بتاعه بقى كل حد راح جاي واخد ال داب ده وراح عمل له امبلمنتيشن بمزاجه، مايكروسوفت خدته عملت له امبلمنتيشن، نت سكيب هي اللي عملت امبلمنتيشن هي كمان، وبعد كده ريد هات راح جاي واخده نت سكيب وراحت ايه، وراحت عامله ريد هات دايركتوري سيرفر، بعد كده راحت ريد هات راحت عامله ريليز لريد هات دايركتوري سيرفر وخلته 3 8 9 دايركتوري سيرفر. ايه كمان يا سيدي؟ ايه كمان؟ اوبن ال داب كمان عباره عن امبلمنتيشن ثانيه، وهنيجي للكلام ده بكره. وايه بقى الفرق بين الامبلمنتيشن بتاع مايكروسوفت والامبلمنتيشن بتاع اوبن ال داب والامبلمنتيشن بتاع ريد هات؟ ليه كل شركه عملها امبلمنتيشن؟ وايه المشاكل اللي ظهرت بسبب الحكايه دي؟ هنتكلم عن الحكايه دي بكره بقى ان شاء الله. خلاص؟ طيب كلام جميل. يبقى حد لحد دلوقتي عدى عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ ها الناس اللي حاضره. ايوه ايه اهم معلومه في الكورس؟ ايوه طبعا ال داب ده كبير جدا يا ابني، لو قلت لك اشرحه لك كله انا بضحك عليك. اضحك عليك ليه؟ طيب انت متخيل ده ال داب ده فيه كميه كتب بالعبيط، صعب جدا يعني. والله الشرح بتاعي هيبقى عباره عن شويه خليط كده، اللي عايز اكد لك عليه بس ان انا مش هشرح كورس ريد هات، ويعني انا فعلا ما ينفعش اشرح كورسات ريد هات خالص، مش هشرح كورس ريد هات، لكن هشرح اللي هو يعني حاجه كده يعني اكتر من كورس ريد هات كمان بكتير يعني. خلاص؟ كورس ريد هات هو مش مفصل يعني، في مشكله ان هو مش مفصل قوي 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 يعني. خلاص يا عم والله ما اشرح منتج ريد هات. 389 ده اوبن سورس بروجكت، والله العظيم 389 ده مش بتاع ريد هات، 389 دول ده مش بتاع ريد هات، ده اوبن سورس بروجكت، اوبن سورس امبلمنتيشن. خلاص طيب حلو جدا، الله يفتح عليك يا محمد يا تسوق، اديله على وشه. طيب اعتقد النهارده كفايه، هنتقابل امتى المره الجايه ان شاء الله؟ ها اعتقد ان احنا المفروض نبدا بدري عن كده شويه، عشان بس ايه المواعيد اللي قدرنا متاخر، عشان لو حابين نطول نقعد ساعتين في السيشن او ثلاثه ايه نتكلم براحتنا يعني، لان ساعه الوقت بقت 10 ويعني
خلاص يعني، فنبدأ بدري شوية المرة الجاية إن شاء الله. هقول لكم أنصح بكتاب معين في كل حتة، خلاص يعني لما كل مرة كده بنشرح هقول لك الكتاب الفلاني ذاكر منه. يعني عندنا مثلا أول 2 سيشن أو 3 هقول لك على كتب أي بي إم تذاكر منها من أول بكرة طبعا إن شاء الله. يعني كتب أي بي إم هي أحسن حاجة تذاكر منها في أول 3 أو 4 حلقات دول. وبعد كده ممكن تذاكر لو عندك كتب ريد هات بقى، لو انت كان عندك كتب الكورس او لو انت عندك الدوكيومنتيشن بتاع ريد هات ممكن تذاكر منها. كل مره كده هقول لك بالتفصيل هم اللي تذاكر منين، لان فعلا فعلا والله العظيم ما حد لم ال دب كامل خالص، مفيش حد لمه خالص، ولا حتى ريد هات نفسها، حتى الكتاب بتاع الكورس نفسه مش مظبط قوي فعلا. فايه اعتقد انا كده خلصت النهارده، اشوفكم بقى ايه المره الجايه ان شاء الله. بكره الثلاث ماشي، بكره ان شاء الله نتقابل، خلاص تصبحوا على خير، السلام عليكم.